أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة الطالبة ميسة بغوش البالغة من العمر 22 عاما والتي تعرضت عند اعتقالها للتعذيب الجسدي والنفسي، فباتت رمزا يشهد على جرائم محققي الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. على طريق الواصل ما بين المعتقل والحرية، المعتقل حيث سجون الاحتلال في الداخل الفلسطيني المحتل والحرية حيث منزلها في مدينة رام الله المحتلة، نلتقي اليوم بالأسيرة المحررة ميسة أبو غوش، وجه فلسطين الثائر والمناضل تنال حريتها اليوم بعد 15 شهرا من الاعتقال، ذاقت خلالهم جرائم الاحتلال بتعذيبها جسديا ونفسيا. ميس، بداية الحمد لله على السلامة. أنا ما بديش تعبك كثير، بعرف طلعة برحلة عذاب بالبوسطة من السجن لالتقائك بأسرتك اليوم. ميس، شو بتحكي بعد 15 شهر من الاعتقال، بعد تعرضك لتعذيب استمر أسبوعين جسديا ومن ثم أسبوعين نفسيا، وما بعد ذلك من ما لقيته من جرائم على يد مصلحة سجون الاحتلال ومحققي الاحتلال؟ يعني بداية هي تجربة كثير صعبة كانت، وأضافت لي كثير شغلات. كنا نسمع عن التحقيق وكنا نسمع عن المعتقلات، بس هي كانت تجربة يعني زي ما تحكي إنه عشناها، فأعطتنا كثير قوة ودفع لقدام إنه نواصل ونكمل. وهيك هي تجربة التحقيق كانت كثير صعبة. بدي أحكي على صعيد السجن، أنا كنت في معتقل الدامون. طبعا الأسيرات بيعانوا من ظروف كثير صعبة، سجن الدامون كثير وضعه سيء، والأسيرات عندهم مطالب، أولهم إلغاء معبر الشارون. المعبر الشهرين ظروف الاحتجاز كثير فيه صعبة، في مدنيين وفي بتعرضوا البنات لتحرش لفظي، وحتى ظروف المعيشة فيه أو ظروف الاحتجاز فيه كثير كثير سيئة، رطوبة، المجاري بتكون المجاري، المياه العادمة موجودة. فالأسيرات بيطالبوا بإلغاء معبر الشهرين وبيطالبوا بإزالة الكاميرات. قبل فترة، قبل سنة أو سنتين هيك ما يقارب، لما نقلوا بنات الشهرين على سجن الدامون نقلوهم كعقوبة لهم على اعتراضهم ليش ركبوا كاميرات. حاليا الدامون في الساحة كاميرات، ففي بنات أحكام عالية بنات يعني ضايلهم 10 سنين و4 سنين وأحكام كثير عالية، هدول يعني ما بشوف الشمس. بدي بشكل مختصر هيك اليوم رسالة ميس أبو غوش، وأنت بدي أيقونة فلسطينية للوجه الفلسطيني الثائر المناضل، وتحملين رسالة الأسيرات بعد خروجك من السجن، وتحملين رسالة الأسير الذي يتعرض للعذاب الجسدي من قبل محققي الاحتلال، ماذا تقولي اليوم؟ أول إشي رسالة الأسيرات إنهم هم لسه مكملين ومواصلين، وإنهم مش بس بعدوا الأيام وخلص بالسجن، لا هم مكملين بالتعليم ومكملين بالخطوات اللي متخذينها، لأنهم صعدوا قبل أكم من يوم على الخطوات، كان زي ما حكيت لك على الكاميرات وعلى الساحة، وفي مطلب ثالث اللي هو الحمامات لأنها هي برا الغرف. فهم الأسيرات أكيد مكملين وبيشتغلوا على برنامج. ورسالتك للفلسطينيين اليوم؟ رسالتي يعني إنه يعني لازم يكون في تضامن واسع، وإنهم يعرفوا أكثر عن الأسيرات ويحاولوا يوصلوا للأسيرات تضامنهم. بهذا أقل إشي ممكن إنه يفيد الأسيرات، لأنه الأسيرات لما يسمعوا الناس برا معهم وبأيدوهم وبكونوا معهم بيطمنهم شوي. إذن مشاهدينا، هذه هي رسالة ميس أبو غوش الأسيرة المحررة والتي ذاقت ويلات التحقيق والتعذيب على يد محققي الاحتلال. اليوم ميس حرة، ولكن هناك عدد أو عشرات من الأسيرات الفلسطينيات داخل معتقلات الاحتلال ينتظرون تضامنا شعبيا ومساندة لهم في ظل ما يواجهونه من اعتداءات من قبل مصلحة سجون الاحتلال، سلطات الاحتلال، المحققين، وحتى أفراد الحراسة داخل المعتقلات. من مدينة نابلس المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.